هل انتهيت؟ هل اكتفيت؟ هل انتهيت؟ هل اكتفيت؟ تخشى الاله يا من عصيت، يا من عصيت. الله ولا مبلغ علمنا يا الله يا الله. يا غاضيا في غفلة وضائحة، إلى متى تستحسن القبائح؟ يا غاضيا في غفلة وضائحة، إلى متى تستحسن القبائح؟ جوارتي انا كنهضوا عليك اخاي لبيد بخير. بعدا نتكلموا معك اخاي لبيد، ولكن ما طلقش مني. شكون هذيك اللي كانت معك البارح؟ ماشي المستوى ديالك اخاي لبيد، دار عليها ماشي بالكومس. هادي البارح اجي الحق اخاي لبيد، قلت لها صاحبي واش كنهضروا معك، نقول لكم شني كيعمل اخو. صافي اخاي بارا، انا ماشي بحالي ضد عاره. لبيد رد بالك من الصيده ومن الامراض. داكشي اللي كيعمل لبيد والو اخواتي، عرفتي معاه من كيمشي؟ واحده كبيره اللي كتجيب له شي ساخطه ولا شي سيده ما نعرفني اجيب له كاع هذيك. اسمع اخي لبيد، هادشي اللي كنعدلو والو غنلقى بيه فيك. حقا انا عامل حسابك يا لبيد، يلاه بقيتي لحتي. المهم رد عرضنا اليوم حقا لا قطبا ما لا عن التثب، فمع التلميذة جهة لحشى الأمراض المفروضة الجنسية وأخطرها هي السفلي، السيلة، الرحى الرحوية، كبد الري، السيلة. طبعا يشكو المريض من الالتهاب في الحب أو الضغط الجلدي أو الارتفاع في درجة الحرارة، وقد تختفي على أن الإصابة بالسهل تؤدي إلى أمراض القلب confused.
ما يمكنش. أنا ما يمكنش، ما يمكنش تكون فيها السيدة أنا، ما يمكنش، ما يمكنش تكون. ماشي ضروري، ماشي ضروري تكون فيك، بلا ما توسوس راسك عليك. تحاليف متى كانت فيها السيدة بصح؟ عندك عند اختي هي رئيسة جمعية لمحاربة السيدة، تحاليل سرية ومجانية. لا ما نقدرش. لابد محتاج لكم اكثر من ايام الصالح والصديق ديالكم، خصكم تتعاملوا معاه بطريقه طبيعيه، ما تحسوش بانه مصاب. خصكم تعرفوا بان السيده ما كتناقش بمجرد مصافحه او مناقشه مع المصاب. السيده عندها ثلاثه الوسائل اللي كتنقل بها، هما اتصال جنسي مع شريك المصاب، ادوات الملوثه بالدم المصاب، من ام الحامل الى جنينها. ومن غير هادشي هذا ما عندكم ما يتخافوا. اذا اي حاجه
كذا من السلام. هاي مريح وصافا خديع. كيفاش مريح؟ هذا موت على التريح. اه غير عييت وصافا. هذا ماشي موت على التريح، نوض منه. فتحي هذا. اغي المشاكل اخي ديالك. اجي اجي معايا. الله يرحم بابك. شنو بسمي بعد؟ لا بداخل. ومالك على هاد الحال؟ انا ماشي شمكان، كنعمل هاد الشيء باش ننسى المشاكل اخرين. انا نعلمك باش ننسى هاد المشاكل. حسام الصنوصي. ليلى. هادشي زايد على الصونوسي. أنا شفت عاود كذبتي وبارح كملت معاك واحد العيكيشي. أجي بعدا، شنو المشاكل عندي؟ المشكل اللي عندي داك اللي عند الجبن خاد تدمر بحالي أخايا. أنا خايف ملت حالي وجبرت فيها السيدة. شنو؟ السيدة؟ أش كدار بنيتك؟ أش كدار بنيتك؟ صح ماك ولا مالك؟ هادي السيدة. ناقص منك ناقص من اللي عرفتك، واش عارف شنو عملتي؟ هدا وهدا وراك مستقي فيها السيدة. اللي انت مرات السيدة، علاش كتشوطر معايا؟ علاش؟